طيب عندنا ايه النهارده بقى؟ طبعا المجموعه من الاخبار، مجموعه من الاخبار، بعض الاخبار مباشره هتكون معاكم منى الشرقاوي معاها ضيفين. الموضوع كان موضوع لطيف جدا نشرته جريده روزا اليوسف، انفردت بيه دكتور تامر ابراهيم السيد ودكتور شريف ابراهيم السيد. دول نموذجين لاثنين توأم عاشوا حياتهم مع بعض، دخلوا كليه الزراعه مع بعض، ناقشوا رساله الدكتوراه مع بعض في وقت واحد. ده عامل نفس اليوم يعني في نفس اليوم وفي نفس ده عامل بحث وده عامل بحث المشرف واحد، والاثنين ما شاء الله خدوا رساله الدكتوراه، ده شيء كويس جدا. في موضوعين بيكملوا بعض، فكره التوأم والصفات المتشابهه والمختلفه، واحد اكبر من الثاني بخمس دقائق بس شبه بعض، كان شويه شبه زي بعض زي ابراهيم وحسام حسن. فكره بقى الشد والجذب، المذاكره، مين الاول مين الثاني، الاثنين بيكملوا مشروع واحد وحياتهم مستقره، متجوزين ازاي، حياتهم شكلها ايه. ده منى بعد الاخبار مباشره، دول هيكونوا ضيفنا في الاخبار ان شاء الله. طيب بعديها مباشره هنتكلم النهارده خيري وانا عن في الحقيقه موضوع كلنا بنحسه، ومش بنحسه في الشارع بس، بنحسه في حياتنا وفي علاقاتنا، سواء لو في علاقات اجتماعيه علاقاتنا السياسيه، فكره ان احنا ما عندناش باركينج. فعلا ما فيش باركينج في حياتنا، ما فيش مكان نركن فيه. عايز اركن يا جماعه، عايزين تعبنا يا جماعه. حتى اللي ماشي في الشارع ما بيلاقيش مكان يرتاح فيه، ما فيش باركينج في حاجات كتير. كنت زمان بطلع على الكوبري، اقعد على الكوبري، كوبري كوبري الدائري المنيب ده، كان لسه هادي كده قبل ما النقل والتريلات. دلوقتي تطلعي ما تعرفيش تركني، تقفي من كتر الزحمه على الكوبري. البلد كلها في شارع سوريا، مشهد نفسي عايز اعرف اداره المرور بتعمل ايه. الساعه واحدة بالليل اتحداك ان عرفت تمشي بعربيتك في كافيه موجود، العربيات راكنه الصف الرابع وبالطول والعرض. فكره اركن فين؟ احنا طبعا بنقول ده بمناسبه الجماعه اللي قتلوا بعض علشان ركنه. بالمناسبة دي كمان ده الحادث بتاع وسط البلد، النهارده اتجدد حبس المتهمين ال 13 15 يوما جديدا على ذمة التحقيق، ومتهمين بالقتل والشروط في القتل. يعني انت لا قاتل يا مقتول عشان تركن عربيتك، يعني عشان تركن اولا تروح عند البيت بالليل ممكن تفضل تلف ساعتين ما تلاقيش ركن. طب اقول لك على حاجه، انا كنت في المهندسين. انا ما كنتش يعني انا في وقت معين ما كنتش بقدر انزل فيه، لاني عارفه ان انا لو نزلت مش عارف ارجع الاقي مكان للعربيه. ما احنا لازم يبقى في حل في البلد، لا في رصيف ولا في ركنه، فبقى عندنا سلوكيات مختلفه، فبقينا نضرب بعض ونقتل بعض، بقينا عصبيين جدا. في العالم حل المشكله ازاي؟ العالم حلها وفر وسائل نقل ادميه، انك تقدر تركب مترو محترم. بصراحه لو الاتوبيس نظيف وحلو وما فيهوش زحمه على بعض، احنا كنا اول ناس ركبنا الاتوبيس. طب ما احنا بنسافر بره بنركب اتوبيسات، ده متعه. او نركب المترو والقطر، يعني تركن عربيتك وتنزل. في دعوه في مصر ماشيه شغاله دلوقتي، نركب العجل والعجل. في مجموعه من الشباب قابلتهم باريس دلوقتي وده بالعجل، وايطاليا كله بالعجل. ايه المانع ان احنا نقنن المسألة؟ بس يبقى في مسار للعجل وفي نمر للعجل، عشان العجله اللي عملت مخالفه تتاخد برضه. لا ده العجل هناك بتاجره طبعا، محطوط على رصيف. لا بس ليه نمر؟ بتروح تأجر العجلة وتخلص مشوارك، ما ينفعش تمشي بره التراك اللي معمول لك، وبتدفع بالكارت على الوقت اللي انت عايزه. هي فكرة كمان ان احنا مش بس بنتكلم عن الباركينج، انه الباركينج ده لو احنا معرفناش نلاقي ركنة مظبوطة، ده هيتوقف عليه مجموعة من المشاكل الكبيرة قوي، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل نفسية. يعني اللي عايز يروح لعيادة الدكتور وانت تعبان قوي بعد شر عنك، يعني هتعمل ايه؟ يعني هتركن عربيتك فين وتروح؟ لا او تنزل تلقاها متكلبشه. بالظبط. فانت ما تلاقي ركنه فتركن في وسط البلد. يعني دي اقل حاجه، انت رايح لدكتور هتركن ازاي؟ لا ما هي ازمه، فليه تبعيات كتيره قوي. يعني هنناقشها النهارده معانا دكتور محمد فتحي يونس، استاذ الاعلام بجامعه المنصوره، عامل كتاب مهم على الرصيف، الحياه على الرصيف، شكل الرصيف في مصر هو جزء من ازمتنا. معانا كمان الدكتور عزه كريم، استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه، ومعانا الاستاذ عصام هلال رئيس المجلس المحلي بمحافظه 6 اكتوبر، عشان نعرف ايه الضوابط وايه القوانين. العمارات اللي بتطلع جديده فيها ترخيصات باركن، لازم تبني جراج، ده المفروض، بس مش لازم تنزل سيادتك فيه. صاحب العماره يعمل في الجراج ايه؟ هو حر، يعمله مخزن، يأجروا لناس تانية بفلوس أكتر، يديه لشركة تديره هي بمزاجها. في حاجة واحدة معمولة، ده لو يعني لو صدق صدق اللي أنا بقوله وصحته، يعني إن في العمارة اللي في الزمالك اللي من زمان قوي دي، اللي هي العمارة المدورة الكبيرة قوي دي، دي بيقال إنهم مش قادرين يكملوا فيها لأنهم اكتشفوا إن ما فيهاش باركينج. يا فرحتي بالباركينج.
لا بس كويس ان في حاجه موقوفه عشان ده موقوفه بقى لها 20 سنه في مبنى قائم. طب يقلبوها مكاتب، يقلبوها جراج، يقلبوها اي حاجه. لا ما هتتحط فيه العربيات، لا دي الزمالك كلها قد كده. ما هي وقفوا قدام العماره دي يجوا يفرجهم على عمارات البلد كلها ما فيش جراج، وبقى قابلني انا عرفت تركن في جراج. سعر الجراج النهارده لما تروح تشتري شقه بيقول لك 150 الف جنيه اذا كنت عايز تخصص مكان العربيه. اه 100 الف، 150 الف، وانا احدد لك مكان للعربيه. لما بتيجي تبيع الشقه بسالك في جراج في باركنج ولا مفيش؟ فبقى الباركنج اللي هنتكلم عنه النهارده يعادل فلوس كتير او يعادل اكل. اخر فقره النهارده نبض الكلام، انت عامل مناظره او مواجهه بين الاستاذ احمد الصاوي والاستاذ شريف انديل الكاتبين الكبيرين. اه الاثنين. عن ايه بقى المناظره؟ فكره تجسيد الشخصيات الدينيه الصحابه والانبياء، ده طرحه قضيه مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام. عليه السلام. ومن قبله تجسد سيدنا المسيح والسيدة مريم العذراء في مد كده في إنتاج مسلسلات الشيعة بينتجوها بإنتاج ضخم جدا بصراحة، مسلسلات مبهرة وممتعة. ناس كتير بتعترض وتقول لك لا يجوز تجسيد هؤلاء، لكن احنا بنحب نتفرج عليه بصراحة، بتبقى حاجة تبهج. كان زمان انتوا فاكرين يطلعوا سيدنا حمزة فتلاقي هالة كده وشه ما يبانش، او لا تجاوزه في فيلم في الرسالة وظهر. الرسالة كمان قعد فترة ممنوع. قعد فترة طويلة ممنوع. بالظبط. احنا مع رأيين، رأي بيقول اه لا لازم نجسدهم ما فيهاش حاجة اطلاقا، وفي رأي بيقول لا. انا هنطرح الرأيين ونشوف وجهة كل كاتب فيهم ايه وجهة نظره في هذا الموضوع. بعد الفاصل نعود اليكم بباقة من الاخبار.